السودان قواتنا المسلحة. سيداتي وسادتي، من تلفزيون السودان نحييكم ونقدم لحضراتكم أحداث اليوم لهذه الليلة. إريتريا، نائب رئيس مجلس السيادة يغادر البلاد. إبراهيم جابر يدشن معدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان. والزراعة، أهلا بكم. توجه نائب رئيس مجلس السيادة عدة أيام للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني لإريتريا. يرافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين الفاضل. وكان في ودعه بمطار بورسودان الدولي عدد من السادة الوزراء والمسؤولين بالدولة. وسيجري نائب رئيس مجلس السيادة داخل البلدين وسبل تعزيزها وتطورات الحرب الحالية وتأثيرها على المحيط الإقليمي والدولي. امتدح عضو مجلس السيادة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمهما الشعب السوداني خاصة في فترة الحرب، وذلك لدى تدشينه المعدات الطبية المقدمة من مركز الملك. خلال الفترة الماضية متابعة كل ما يقدم ¥2,400,000 ريال سعودي، تشتمل على أجهزة طبية للأطفال وأمراض الكلى وتوليد الأكسجين. وثمن الفريق جاب مضيفته في القرى والمدن التي استقبلت الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب بصفة خاصة. فهذا المشروع يعتبر مشروع خدمة بمراكز غسيل الكلى بهذه الولايات. ولو لاحظنا لمشروع الأكسجين للأبيض هو حقيقة في مستشفى، لكن يمكن أن يخدم الجميع كله. والأكسجين من محطات الأكسجين حقيقة من المشاريع الاستراتيجية اللي جعلنا عليها إبان فترة الكورونا، فهو كذلك مشروع يعتبر مشروع إنقاذ حياة. قدم من المملكة العربية السعودية نجده حق السودانيين علينا، ونقدمه ونحن نتأمل بأن كما كان عهده في دولة
مستقرة آمنة حفاظا على كيانها. وهذا وتحقيق النماء والازدهار. من جانب آخر، اطلع الفريق إبراهيم جابر على دوره جمعية الهدى الزراعية بمشروع الجزيرة في الإنتاج الزراعي، للذرة والقمح والقطن، واستقرار الخدمات الزراعية وتوفير التمويل والأسمدة والمبيدات. وأطلعنا على تجربة جمعية قسم المزارعين في قسم الهدى الزراعي. يشمل هذا القسم أكثر من 30 قرية تعمل في مجال تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين، تمويل زراعي وخلافه من الخدمات الأخرى. ويمكن هذه الجمعية لها أكثر من 3 سنوات استطاعت خلال هذه الفترة أن تحقق أهداف كثيرة جدا، واحدة منها زيادة الإنتاج والإنتاجية في المحاصيل الزراعية المختلفة. وتضم جمعية الهدى الزراعية أكثر من 2000 مزارع في قسم الهدى بمشروع الجزيرة. محمد الشنيدي، تلفزيون السودان، بور السودان. أصدرت لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة إعلانا بالنشر في الدعوى الجنائية بالرقم 3145 لعدد متهمين، وجاء فيه: أنا وكيل النيابة الأعلى عملا بالسلطات المخولة لي بموجب المواد 50 51 182 174 175 من القانون الجنائي، وبناء على ما توفر لدي من معلومات مما حملني على الاعتقاد بأنه وبعد صدور أمر القبض في مواجهتك قد هربت أو أخفيت نفسك للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض بمواجهتك، بهذا أطلب منك تسليم نفسك لأقرب مركز شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ نشر هذا الإعلان، كما أطلب من الجمهور المساعدة في القبض على المتهم. المتهمون هم عبد الرحيم حمدان دقلو موسى، محمد حمدان دقلو موسى. استقبل وزير الدفاع المكلف الفريق ياسين إبراهيم بمكتبه ببورسودان، استقبل رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة ناظر عموم قبائل الهدندوة، رئيس تنسيقية شرق السودان الناظر محمد الأمين تريك. وجدد الناظر تريك خلال اللقاء ثقته في القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية لدحر التمرد وداعميه. من جانبه، أشاد وزير الدفاع بمجهودات الناظر تريك ودور الإدارة الأهلية في رتق النسيج الاجتماعي ومساندة القوات المسلحة في معركة الكرامة. ترأس ممثل حاكم إقليم دارفور المكلف وزير الصحة بابكر حمدين اجتماع حكومة إقليم دارفور ببور السودان بحضور ولايات دارفور، وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم. وأشار حاكم الإقليم المكلف إلى الأضرار التي لحقت بمستشفيات مدينة الفاشر جراء القصف المتعمد من قبل
ميليشيا الدجل الإرهابية بجانب الهجوم على معسكر أبو شوك، مما أحدث أضرارا على منازل المواطنين والأعيان المدنية. أكد المجلس بأنه فقط غرف القوائم الإنسانية والأمنية وغيرها ستفعل تفعيل قوي، وستكون في انعقاد شبه دائم ومستمر حتى يعني نستطيع نتعامل مع ظروف الأزمة الموجودة. وأكد الاجتماع بأنه لدينا تضامن، مستمرين في تضامننا لحكومة الفاشل، ومستمرين في أننا سنقوم بواجبنا. في حماية المواطنين وفي فتح الطرق حتى تصل الإمدادات لمجتمع أهل الفاشل. التقى وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة معاش خليل باشا سيرين وفد تجمع شباب ولاية سنار برئاسة محمد الكامل الرشيد رئيس تجمع شباب سنار. وأشاد الوزير بجهود شباب ولاية سنار ودعمهم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى وانخراطهم في برامج الشرطة المجتمعية لتحقيق الأمن المجتمعي ودعم قضايا الصحة بالولاية من خلال المشاركة في تأسيس المراكز الصحية عبر مبادرة دعم جرحى ومصابي معركة الكرامة. فيما قال رئيس تجمع شباب سنار إن دعم وزير الداخلية لخطط وبرامج الشباب خاصة في مجال الشرطة المجتمعية بالولاية يعزز من العملية الأمنية بالولاية. أجاز اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الوزراء برئاسة وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور جراهام عبد القادر خطتي وزارتي الزراعة والري للموسم الزراعي الجديد. وأمن الاجتماع على التوسع في زراعة الحبوب توفير المطلوبات العاجلة للموسم الزراعي. عقد اليوم اجتماع اللجنة الفنية بمجلس الوزراء، وهذا الاجتماع ناقش اليوم خطط وزارة الزراعة والغابات للموسم الزراعي الصيفي. الموسم بيستهدف تحويل قطاع الزراعي إلى قطاع عالي الإنتاجية والتوسع في زراعة الحبوب. الخطة حددت مساحات واسعة والمقدور عليها في حدود 35 مليون فدان، ورأت الخطة أهمية إيصال المدخلات الزراعية لكافة ولايات السودان، ولكن عمليا ما يمكن الوصول إليه هو الذي كان محددا وتم التباحث في كل ذلك. نظرت اللجنة إلى المطلوبات العاجلة للموسم الزراعي فيما يتعلق بالتقاوي المحسنة ومتطلبات الأسمدة والوقود والخيش والمبيدات والرش الجوي وأهمية زراعة الحبوب وخاصة الذرة والدخن باعتبار أن هذه
المحصولات من المحصولات ذات الحيوية والأهمية، وضرورة الوضع في الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد لتحقيق وفرة في الإنتاج ورفع الإنتاج والإنتاجية وخاصة الإنتاج الفدان ليغطي حوجة البلاد. أيضا تناول الاجتماع خطط وزارة الري لإنجاح الموسم الزراعي ومطلوبات مياه الشرب والتوليد الكهربائي والأعمال المدنية بالمشاريع المروية والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصيانات المطلوبة لضمان إنجاح الموسم الزراعي. وهذه الخطة تم التداول فيها كما تم التداول في الخطة السابقة لوزارة الزراعة، والأمرين يكملان بعضهما بعضا في مجال الزراعة وفي مجال الري. ثمن وزير المعادن محمد بشير أبو نمو دور الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، جاء ذلك خلال لقاء تفكري الذي بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، حيث تناول اللقاء القضايا التي تعمل على تسهيل انسياب صادر الذهب السوداني والمعادن، فيما أكدت مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس رحبة سعيد عبد الله حرصها على تقديم المساعدات والاستشارات الفنية التي تسهم في زيادة إنتاج الذهب والمعادن وفقا للضوابط والتشريعات الخاصة بالمواصفات. فأنا سعيدين في هذا اللقاء التفاكر اليوم والتشاوري في إطار التعاون المستقبلي، وسعيدين جدا برضو لملاحظات كثيرة في عملية الصادر، شمل أيضا التدريب النوعي للكوادر الفنية من الجهتين. أكد مقرر اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ توصيات الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية العقيد شرطة دكتور النميري عبد الله عبد الرحمن أن اللجنة عقدت برئاسة الفريق شرطة محمد إبراهيم عبد الله وبقية أعضاء اللجنة، مشيرا إلى اهتمام وزير الداخلية المكلف ببرنامج الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية من خلال إنفاذ توصيات الورشة الأخيرة وإنزالها لأرض الواقع من خلال مخاطبة ديوان الحكم الاتحادي لتكوين لجنة لمراجعة الوجود الأجنبي والهوية في كل الولايات تحت إشراف ولاة الولايات. أكيد الشعب السوداني ولكل أهلنا في السودان من المشاركة السلبية التي شارك بها أجانب في هذه الحرب الدروس التي كلفت المواطن دمه وعرضه وماله، إن الدولة مهتمة على كافة مستوياتها بتنزيل هذه التوصيات على أرض الواقع حتى ينعم الشعب السوداني بوجود. يعني وجود أجنبي آمن مطمئن تستفيد منه الدولة، ويقضي بعد ذلك على كل مظاهر الوجود الأجنبي المخالف وغير المغني.
وزير جيش الاحتلال جالانت والذي أعطى فيها أوامره بالبدء الفعلي بتنفيذ إلغاء قانون فك الارتباط، ما يعني معالجة مشاكل اللاجئين بالتنسيق مع المنظمات ذات الصلة. ذا الشنوالي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير موسم العروة الصيفية للموسم 2024-2025 بقسم بعتوق بمكتب الهشابة بمساحة 10150 فدان بقسم معتوق والمناجل والقرشي والتي تمثل 95% من مساحة أقسام المشروع. وأكد الوالي اهتمام حكومته بإنجاح الزراعة لسد الفجوة الغذائية وضمان الأمن الغذائي لإنسان ولاية الجزيرة والسودان، فيما أشاد مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة دكتور عبد القادر أحمد محمد خالد بجهود حكومة ولاية الجزيرة في تذليل كافة العقبات التي تعترض العروة الصيفية. زراعة الفول شهر يونيو. امتدح محافظ باو جعفر جاكالو إسهامات منظمة الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإقليم النيل الأزرق، وذلك لدى تفقده مخيم العيون المجاني بمنطقة والدبوك بمحافظة باو. الطالبة نوال آدم من المواطنين بمنطقة والدبوك تقول إنها تعاني من أمراض العيون وغيرها. من الأطفال، ولكنها متفائلة بالاستشفاء بالخدمات العلاجية المقدمة عبر مخيم العيون المجاني من قبل ديوان الزكاة بالتعاون مع مستشفى مكة لطب العيون بالدمازين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة الأمراض المسببة للعمى. نشكر في مستشفى مكة عشان يجي الدبوب عشان جاء للعيون عشان نشر المدرسة عشان نقرأ كويس. الواد ده من ولادته عيان ووديته مدني، سووا له عملية مرتين وفشلت، ثاني عملوا له العملية الثانية، يوم العملية وتمينا ثلاثة يوم الضربة بقت، من جينا العافية ما لقاو. تقديم الخدمات العلاجية في أكثر من اتجاه بمناطق الهشاشة هموم وقضايا تلمستها جهات مسؤولة بمستشفى مكة لطب العيون وديوان الزكاة بإقليم النيل الأزرق. مستهدفين فيها 4000 مريض و400 عملية مجانية، ونوزع الدواء مجاني والنظارات مجانية 1500 نظارة، و كل الناس اللي هم بيستفيدوا من هذه المخيمات أهل المنطقة والمناطق المجاورة لها. مخيم اليوم جاء من أجل تخفيض معاناة مواطني محافظة باو في الوحدتين الإدارية وديرن والدبوك لإدام الخدمات الصحية للعيون، الكشف للعيون والعمليات مجانا. احنا في ديوان الزكاة دي ده واجبنا، لأنه الناس دي حقوق.
وفد حركة جيش تحرير السودان المجلس وفد حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي برئاسة صلاح آدم تور رصاص. وتناول اللقاء دور الحركة في دعم القوات المسلحة في معركة الكرامة والإشادة بحكومة ولاية البحر الأحمر بقيادة اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور في استضافة اللي بشاشة وترحاب، وهذا إن دل إنما يدل على كرم الإنسان السوداني في شرقه الحبيب. أيضا هذه كانت فرصة طيبة بالنسبة لنا.
والعدلية والتنفيذية الذين تباحثوا عددا من أوراق العمل حول القدرات الإنتاجية والتصديرية للولاية والسياسات والإجراءات التي تحكم. بقطاع الأعمال بالولاية لتعظيم موضوعات متعلقة بمجال الميترولوجيا في الوطن العربي. وتلقى السودان إشادة من التجمع بسبب المجهودات في تأهيل البنية التحتية في السودان.
الإنسانية من قبل المنظمات، وجدد الوالي تأكيده على دعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية. ركزت لجنة ابن الولاية مع حكومة الولاية بأن تظل الحياة في الولاية وكل السودان تسير بصورة طيبة، فكان فتح المعابر بحمد الله سبحانه وتعالى مع جمهورية وسط مصر العربية لوصول الغذاءات والإمدادات للولاية الشمالية حتى لا تحدث فجوة. بدأ الاستقبال الكبير جدا جدا للوافدين للولاية، ثم سواء كثر منهم عايدين من أبناء الولاية أو نازحين. الولاية فتحت كل منافذها، فتحت كل بيوتها، استقبلت ما يتجاوز 1,500,000 نسمة. شرعت ولاية الخرطوم في الإعداد لبرنامج تحويل دور الإيواء إلى مواقع للتدريب والإنتاج ورفع القدرات باختيار برامج تتوافق مع طبيعة فترة الحرب وتوظيف القدرات البشرية لصالح تحسين أحوال قاطري الدور الإيوائية. شرعت ولاية الخرطوم في الإعداد لبرنامج تحويل دور الإيواء إلى مواقع للتدريب والإنتاج ورفع القدرات باختيار برامج تتوافق مع طبيعة فترة الحرب وتوظيف القدرات البشرية لصالح تحسين أحوال قاطني الدور الإيوائية، حيث خرط مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الأستاذ صديق حسن فريني في سلسلة زيارات ولقاءات مع شركاء العمل الاجتماعي بولاية الخرطوم، حيث زار وحدة الطوارئ بمقرها بالثورة والتي يعمل فيها 250 متطوعا، ووقف على أنشطة المنظمة وغرفة الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة في تقديم الخدمات العلاجية وتوزيع الإغاثات ودعم المستشفيات والارتكازات وخطط الوحدة للفترة القادمة والتي ستنفذ خلال عيد الأضحى، والتواصل مع بعض الجهات لافتتاح أسواق للبيع المخفض. الأستاذ صديق حسن فريني أكد أن حكومة الولاية على استعداد للتعاون مع المبادرات الجادة التي تخدم المجتمع، مشيدا بشباب وبرامج وحدة الطوارئ واستجابتها لاحتياجات المجتمع عبر إرادة جماعية لكل المتطوعين في صفوف الوحدة. في جزء من الترتيبات الخاصة بتحويل توجيهات السيد والي ولاية الخرطوم بخصوص استنفار المجتمع والمشاركة الفاعلة في إعادة المؤسسات وتفاعل المجتمع، عقدنا اليوم اجتماع في الحارة 14 للثورة مع مجموعة شبابية وظفت نفسها في الأيام الأولى للحرب في الاستجابة للحالات الطارئة. وطالب فريني بضرورة التفكير والتخطيط وفقا لمناهج تراعي ظروف الحرب، وفي السياق طالب الوزير من منظمتي إخوة في الله وبلد معافى المساهمة في برنامج تحويل الدور الإيوائية لمواقع للتدريب والإنتاج، معلنا أن هذا البرنامج يتم تحت متابعة ورعاية والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة. سنشهد في اليومين القادمين انطلاقة الحقيقية لتحويل مراكز الإيواء لمراكز تنمية اجتماعية. بنفتكر أنه المسألة هي مفتوحة لكل القادرين في أنهم يكونوا شركاء معنا في هذا الجانب، والمسألة ما مسألة حكومة أو غير حكومة، إنما هو حراك اجتماعي كبير جدا مقصود منه الاستجابة للتحدي الكبير الطارح نفسه بقوة الليلة في مجتمع أم درمان وفي أحياء أم درمان وفي أحياء كرر المختلفة. نحن نفتكر أنه دي كانت بداية حقيقية استحقوا عليها منظماتنا الشاركون الليلة التفكير والتخطيط للمرحلة الجاية. هذا وقد بدأت منظمة إخوة في الله استعدادها لتسخير خبراتها لتدريب وتأهيل المقيمين في الدور الإيوائية وتحقيق هذا البرنامج الداعم لتفجير طاقات القدرات البشرية بالدور الإيوائية بولاية الخرطوم. لتلفزيون السودان عبد العال سليمان عبد الرحمن حسن الخرطوم. بهذا مشاهدينا في كل مكان تكون قد تكاملت الموضوعات، أعود وأذكر بالعناوين. في زيارة رسمية إلى دولة إريتريا نائب رئيس مجلس السيادة يغادر البلاد. إبراهيم جابري يدشن معدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان. اللجنة الفنية لمجلس الوزراء تجيز خطة وزارتي الري والزراعة. انتهت أحداث اليوم لهذه الليلة، حتى نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته.